تفتحه ولا لا تفتحه. وين التحليل؟ التحليل مو بقلبه. يلا قومي لشوف. ولك حاجتك تمثيل قومي بقى. وين بدها تكون مخبيتها؟ أنا بعرف جوليا منيح، أكيد سعوت هيك مشان تضايقني مو أكتر. ويمكن تكون شقت الورقة. شو بدي أعمل هلأ؟ خلينا نروح على المشفى، النسخة الأصلية بتكون معهم، ناخد نسخة عنا. مشفى شو يا؟ مو على أساس الورقة جاي من الجامعة؟ شو هدول عم يضحكوا علي؟ إليف استعجلي، ما في معنا وقت. ولك أنا وقع بين إيدي صندوق كنز، معقولة يعني أترك لكم يا؟ آه؟ ولك يلا افتح عيونك أمي أمي. يا أنسي عم بحكي معي، انت بدك تشتكي. يا الله يا الله يا الله. ايه بدي اشتكي لانه نتهجم علي. يا الله بسم الله يا الله بسم الله. نحن ما بدنا اياكم بيناتنا. يلا روحوا من هون يا متخلفين. شو عم يصير؟ ضربوا بنت محجبة وشلحوها حجارة. بسم الله يا الله بسم الله يا الله بسم الله. يا بنتي قليلي هدول شو عملوا فيكي؟
للأسف أستاذ ما حدا بده يانا ببلدنا. شو عم يصير هون؟ يعني ما عاد نقدر نمشي براحتنا بالشوارع؟ نحن عايشين بدولة ديمقراطية، مين وكيف بيتجرأ يعمل هيك عملة؟ كانوا اثنين، وبالصدفة كان في دورية شرطة مرأة من هون، ولما شافونا هدنك الاثنين هربوا، وبعدين شوفت عينك، الناس كلها ضاجت وصاروا يتظاهروا. طيب مين هدول؟ يفهمونا شو بدهم منا؟ هدول كم واحد أزعر وسرسري عم يحاولوا يقسموا بلدنا. شو صار معك دكتور؟ يا ترى أنت رح تقدر تنقذ أختي؟ شو بدي ساوي هلا؟ أنا انتهيت، بركي حدا شافها. ما في حدا بالبيت؟ جلنار خانو؟ شو ما في حدا بالبيت؟ أنا صار لي شوي عم دق الباب. لا، تركت سهام خانو بالبيت، تفضلي. الظاهر سهام خانهم طلعت، تفضلي قاعدي هون. انجي حبيبتي خير؟ شو صار لك يا حياتي؟ ايديكي مثل التلج وكأنه دمك نشفان. لا تزعجي حالك، ان شاء الله قريب رح تتعافي. الو، لو سمحتوا ممكن تخبرونا شو وضع رنا كراي؟ شو الموضوع؟ طيب وهلأ كيف صار وضعه؟ عزيز لو سمحت شوفي. طيب ماشي، يعطيكم العافية. عزيز لا تجنني، احكي شو صاير. إليف المسكينة أمك صار معها نزيف بدماغ، ولازم يعملوا لها عملية بأسرع وقت. عزيز خدني لعندها فورا، أنا بدي أشوفها لأمي. بس ما فيك تفوتي على المشفى بهذا الشكل. ليش مو أنت وعدتني؟ قلت لي إنه رح تخليني أشوف أمي. بس صدقيني هالشغلة هي مو بإيدي. نزلني هون، ممكن توقف لو سمحت. شو بدك تعملي؟ بدي روح على المشفى، وإذا لزمت بروح لعند الشرطة كمان. ما حدا بيقدر يعمل شيء، الجيش له قوانينه الخاصة. عزيز ليش مو بزماناتك دعست على القوانين لحتى تتزوجني؟ ليش ما عم تعمل نفس الشيء هلا؟ خلص ماشي، أنا رح لاقي شي طريقة، لا تشغلي بالك. كيف بدنا ناخذ نتيجة التحليل؟ هلا بتصل بهشام، هو بيقدر يحلها. يا ريت اتصلتي وخبرتيني قبل ما تيجي لهون، لأنه كنت بدي أخذ أمي على الدكتور. لا ما في مشكلة أبداً، أنتوا لا تلغوا مشواركم، أنا أصلاً أجيت لحتى أحكي مع سيد قدرت، رح أستنى. بس أبي بالمشفى هلأ، عم يطمن على عمتي. صحيح، طمنوني، كيف وضعها؟ إذا كتير بالك مشغول عليها فيك تروحي لعندها على المشفى، وهنيك فيك تحكي مع بابا كمان. لا ما رح تكون مناسبة،
بفضل اني استنى السيد قدرت لحتى يجي، بيكون احسن. في دم على كم قميصك؟ دم شو؟ لا، بس قبل شوي كنت عم آكل رمان والظاهر إني لوتت حالي. طيب عن إذنك رح بدل ثيابي. الكل صاروا بيعرفوا إنك عامل جمعية للدفاع عن كل المغدورين بتاريخ 28 شباط وإنك عم تحميهم، وقبل شوي في بنت تعرضت للإهانة، حضرتك كيف عم تفكر تساعد يلي مثلها؟ هدول البنات المساكين كلياتهم بربيع أعمارهم مشي وراء اعتقاداتهم وأفكارهم الخاصة فيهم. قبل شوي انغدر بهي البنت، لنشوف بكرة الدور عند مين. بس بالحقيقة يا جماعة، الشيء اللي بيزعل وبيحرق القلب إنه البلد لساتها عم تعيش أحداث ضربة 29 شباط، ومثل ما بتعرفوا هن نألفوا حزب باسم الشعب، وهذا الحزب للأسف عم يعمل حركات إرهابية بالبلد وبقانون ما له أي صحة أو أساس، ونحن بلشنا نتضايق ونعاني كتير من تصرفات هالحركة اللي عم تدمرنا. بس نحن رح نعمل المستحيل لحتى ننظف هالبقعة السودة. الكل لازم يعرف انه هالبلد الاصحاب، ما رح نخلي كم واحد قليل اصل يخربها. طيب استاذ، مين رح ينظف هالبقعة السودة يلي عم تحكي عنها وكيف؟ اكيد رح يجي شي يوم ويطلع شخص قبضاي يدافع عن وطنه. بس بقلكم بصراحة، هالشخص القبضاي ما له بعيد كتير عنا. أنا عندي ثقة وإيمان كبير فيه، وما حدا شك بقدراته أبداً. ها؟ هلا؟ قدرت فينا نحكي شوي؟ تفضلي. شو الموضوع؟ أنا ما عاد فيني أقعد بهداك البيت بنوب. وشو السبب؟ لأني ما بقدر أقضي كل وقتي وأنا عم أتخانق مع بنتك. أنا حابة أكمل يلي بقيان من عمري من دون مشاكل. طيب هلا أنا رح حل هالمشكلة بأسرع وقت، لا تشغلي بالك. كيف يعني؟ مو سهام بنتك؟ وأكيد رح تبقى طول حياتها جنبك، وحتى رح تبقى بيناتنا. قلتلك يا هلا لا تقلقي، ما حدا بيقدر يفوت بيناتنا، وخاصة بهالفترة خليكي جنبي أنا بحاجتك. كيف وضعها؟ والله ما بعتقد إنها تعيش، بس إذا عاشت ما رح تفرق عن الحجر أبدا. إيه، إذا بتحبي أنت روحي على بيتك وبس يجي بابا بخبرك فورا. عفوا، ليكون مضايقتك. لا أبدا. موبايل. آسفة كتير بس ما تكوني احترقتي. لا بس تلوتوا تيابي. اي روحي نطفيهم بالحمام احسن ما يضلوا على تيابك. ولساته عم يرن موبايلها. هبلة، بهدلتيني اوعيي. وهون في دم كمان. لازم اتخلص منها بأي طريقة. وأخيراً لقيت موبايلي، صار لي من الصبح عم دور عليه.
بدنا نفوت من هون؟ ايه انتي استنيني هون، انا رح ارجع فورا. ماشي. دخيلك يا رب، بترجاك ساعدني وساعد كل البنات يلي مثلي. لا تخلي اعتقاداتنا وإيماننا ينهاروا بسبب هالظلم. دخيلك تساعدنا وتصبرنا لنتحمل اللي عم يصير فينا. صباح الخير. بدي اخذ نتائج تحليل اليف كورال، تحليل الدي ان اي، النتيجه انبعتت على البيت بس بدنا نسخه عنا. ايه تكرم، نعطيك نسخه عنا بس لبكره الصبح. لبكره الصبح؟ ايه نعم، لانه الساعه 4 بيخلص دوام الموظفين. يلا فوتي. تسطحي. كيف؟ يلا تسطحي. غطي حالك. ماشي. ساعدني شوي. ما رح يمشي الحال هيك. أحسن شيء أنا أقوم اتصل بأبي هلأ، وإذا قالي رح يتأخر بالرجعة على البيت مشان ما تستني. يقطع عمرها، قعدت ولزقت. أنا لازم أتخلص منها بسرعة وإلا رح تشوف الجثة. ممكن تتصل فيه؟ لسه ما صار له 10 دقائق طالع، بتقدر تلحقه؟ صدقني بيكون صار بالبيت هلا، لأن أول ما يخلص الدوام بيطلع فورا، مشان هيك أنا برأيي لا تتعب حالك على الفاضي، أحسن شي روح هلا وتعال بكرة. الظاهر إنك ما عم تفهمني، أنا بحاجة لنتيجة التحليل. إيه كنت تعال بكير لكان. ولك أنت شو لك علاقة فيني ولا؟ شو يعني أنت عم تتمسخر علي؟ لا يا سيدي أنا بس كان قصدي إنه عمالي اللي بقول لك عليه. يلا اتصل. بدي أشوف المدير تبعكم. اطلب لي يا لهون. أنا حكيت مع بابا وقال لي إنه عم يستناكي بالمشفى. لكان هيك؟ آه تمام حبيبتي، أنجي أنا رايحة.
بجي بعدين. ما تواخذينا. قلت لك كل الموظفين راحوا. نادي لأي حدا قادر احكي معه. صدقني يا سيدي ما في حدا غيري هون. اعملي اللي عم قلك عليه. يلا نادي لشي حدا. شو هالحظ؟ شوفي الضابط قدرت هون. ألو سيدي، في شي لازم تعرفه هلأ. ضابط هشام إجا ياخد نتيجة تحليل الدي إن إيه اللي عملته إليف. كيف؟ وعم يستنى المسؤول لحتى يعطي النتيجة. لا تستنى، خد النتيجة وتخلص منها. في شي مشكلة؟ لا لا، رح تنحل، لا تشغلي بعد. لك أنا شو قاعدة عم أعمل؟ قاعدة هون لحالي عم أبكي مثل الغبية، واليوم أسوأ يوم بحياة صديقتي. أنا لازم أكون مثل إليف، لازم أكون قوية مثله وما أستسلم. ما بدي حسسها لإليف بأي شيء أبدا. بكفي همومة، ما بدي أشغلها بهمومي. سهام خانو، فيك شيء؟ أنا منيحة، ما فيني شيء. طيب أنت شو عم تعمل هون؟ براد الموتى تحت. أنا جديد عم اشتغل بهذا المشفى لهيك خربطت. ايه تعال معي. أنا لازم أتخلص من هاي المصيبة بأسرع وقت، بس شو الطريقة؟ كيف؟
لوين حاخذها؟ طبعا على بيتها. وبس يلاقوها رح يفكروا انه اختها وابوها هن قتلوها. أنا مرشح شوي. مو بقصدي عزيز، ما قدرت أمسك حالي. على شوي كان كشفنا، الحمد لله ما انتبه. يلا نروح لعند أمي. بعتذر كتير لأنه جبناك بهالوقت، بس عن جد الموضوع متعلق بحياة مريضة. ولا يهمك، أصلا نحن موجودين هون لنساعد الناس. تفضل لجوا. شكرا. استعجلي، أنا عم استناك. بس تفوتي لجوا سكري البرادي. ماشي؟ ماشي. عفوا، مرتي عم تتصل. ايه حبيبتي. إذا ما برد بتغار، وبعدين خود على نكد ومشاكل بالبيت.
هون. يا ربي حريقة. الله يلعنون. امي لو سمحتي لا تتركي ايدي وتفارقي عيوني، لا تحرميني منك ومن حنانك ابدا. انا ما صدقت امتى عرفتك ولقيتك. لا تروحي لسه ما شبعنا من بعض، ما بسنا بعض ولا شمينا بعض. انا بدي ابقى معك لاخر يوم بحياتي، كل يوم نفطر ونتعشى سوا ونقعد نحكي مع بعض وندردش مع بعض ونحكي لك أوجاعي وهمومي. نحن خسرنا وقت كتير من حياتنا ودقنا الحسرة والألم على فراقنا لبعض. صحيح إنه هالحسرة ما رح تنسى، بس لما منجتمع رح ننسى حسرة الماضي. أمي أنا بدي إياك تبقي جنبي دائما، أنا وأنتي وبابا كمان. أنا بدي ابني يجي ويتربى بيناتكم. ما بتصدقي قديش أنا تعبانة يا أمي. أمي أنا لساتي بنت صغيرة وبحاجة كتير لعطفك وحنانك. لو سمحتي لا تروحي وتتركيني. إليف يلا صار لازم نمشي. بس دقيقتين. طيب خمس دقايق. سيدي. برافو عليك، شغلك كتير حلو. شكرا سيدي. كبون قدرات. شو هالورقة؟ لا ما في شيء مهم. سيد قدرات جلنار خانم، كيف المدام رنا؟ الدكاترة قطعوا الأمل من نجاتها. أخذت النتيجة؟ ما رح تصدق يا أخي، اجيت لقيت الديوان عم يحترق واحترقت كل الأضابير. شو؟ بإذن الله رح تعملي العملية وتتعافي، وأنا رح أثبت لهم إني بنتك ضناكي. بس أنا وإنتي مالنا بحاجة لدليل، مو هيك؟ نحن منعرف إنه أنا بنتك وإنتي أمي، ورح نقول للكل هذا الشي. المهم هلا انك تتعافي ونجتمع مع بعض، ورح صرخ قدام كل الدنيا انه انتي امي. انا بحبك كتير يا امي. بعرف مو وقته هالحكي هلأ، بس أنا اليوم مرقت لعن نزار على الحبس، حالته بتقطع القلب. طيب وأنا شو فيني أعمل؟ سيد قدرات، جوزي من سنين عم يخدم بالجيش وما رفض لك أوامرك ولا مرة، ما بيستاهل هيك بهدلة. جلنار خانم، الضابط نزار آيدن أمر بقتل البنت يلي اسمها إليف واعترف بذنبه قدام الكل. يعني بدك إياني أحمي متهم وخالف القانون والعدالة، وبعدين ابنك عزيز هو يلي سلم أبوه للعدالة؟ إذا منعمل نظرة على الأحداث اللي صارت آخر شيء، مدام رنا بالأول هي هجمت على العرس بعدين تقوصت براسة، يعني ممكن كل الأنظار تصير عليك. بس أنا مخفي، ما حدا بيقدر يشوفني. يمكن أنت هيك مفكر يا حضرة الضابط. أنا عم فكر أنه الحديث تجاوز حده، مشان هيك أنا برأيي أنه من مصلحتك ما نكمل حكي بهذا الموضوع.
عم بيصير هون؟ عزيز 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 إليف الحقني بسرعة، أمي عم بيصير لها شي، تعال شوف. يلا خلينا نطلع. اسمعي الكلمة، لازم نطلع. أمي. إليف يلا أمي. خبروا الضابط قدرت فورا، حضروا جهاز الصدمات. امي عزيز اتركني، بدي روح لعند امي. إليف اسمعيني، اذا شافوكي هلا ما عاد يخلوكي بالمشفى وما عاد تقدري تشوفي امك. امي عم بتموت يا عزيز، انت ليش ما عم تفهمني؟ امي عم بتموت. معناها اشتقت لابوك. مدام رنا تقوصت اليوم. بعرف، امك خبرتني. هي لازم تعمل العملية بأسرع وقت، منشان هيك بدنا توقيع أي حدا بيقربها لتعمل العملية. هالحكي ما لازم تقلي يا إلي، روح لعند قدرة كراي وقول له ياه. تعرف كتير منيح قدرة كراي ما رح يعمل هيك شيء، وأحب على قلبه يخلص من إليف وأمه. بدنا ناخد أختك على العمليات. مين أعطاكم الإذن؟ بنتنا. المدام رنا قبل ما تتقوص بكم يوم كتبت وصيتها وعطتني إياها، ووضحت فيها إنه إليف بتكون بنت اللزم. تفضل، بتحب تقراها شيء؟ أمي